بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ازيكم يا شباب، مكملين مع بعض بقيه فيديوهات توتوريالز 101 ان داتا اكسس. كنا اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن الديسكونكت مود. بعض الناس قالت طب الديسكونكت مود لو حبيت اشتغل مع ستور بروسيجرز هعمله ازاي، وده عنوان التوبيك ده، هاو تو يوز ستور بروسيجر ويز داتا ادابتر. طيب ازاي ممكن اعمل الكلام ده؟ تعال سريعا نفتح الفيجوال ستوديو ونبدا نعمل داتابيس سريعه من خلالها نعمل جواها بروسيجرز نقدر نشتغل عليه في عملية الانسرت او الشحب. طيب انا فتحت سيكوال سيرفر 2012 وهبدأ اعمل داتابيز ومن خلالها هبدأ اعمل بروسيجرز نشوف من خلاله ازاي اقول الكلام ده مع الديسكونكت مود. طيب هنا هعمل نيو كويري وهبدأ كرييت الداتابيز بتاعتي. تمام، وليكن مثلا create database new db use وجو الاول، وبعد كده هيوز new db، وجوه new db هcreate table هنسميه student في id دي int primary key identity، وعندي name هيكون n varchar 50، وكمان هيكون نوت null. عندنا المارك وده هيكون انت ونط نط. تمام، انا كده عملت تيبل، هبدأ اقول له جو انسرت انتو ستودنت، هضيف جوه ستودنت الفاليوز بتاعي هيكون مثلا ريتاج المارك بتاعها 10، كوما أسامة، والمارك بتاعه 8، مريم، والمارك بتاعها 9. تعال نكسكيوت للسكريبت بتاعنا. L3 رو افكتد، يبقى هو عمل كل الكلام. طيب انا عايز اعمل بروسيجرز بروس او كرييت بروس، كرييت بروس هيبقى اسمه شؤول ستودنت، وده ما بياخدش مني بارامتر، از على طول هسلكت all from student. كويس كده، هعمل executing بقى عندي procedures ده، تعالى ننادي عليه execute show all student execute، فجاب لي الداتا بتاعه. طيب لو show one يبقى go، وهاجي هنا اقول له create pros show one student، في الحالة دي هيبقى عندي at id no int، وده البارامتر بتاعي as select all from students where ال id equal ال at id، وده البروسيجر التاني. تعالى هنا نعمل له executing عشان نجربه، execute show one، وهنا همرر له واحد فالمفترض هيجيب لي ريتاج بس، وده اللي حصل. ده كده السكريبت بتاعنا. تمام، تعالى نسيف السكريبت ده على الديسكتوب وهنسميه procedure with
داتا ادابتر. تمام خلاص كده ده اتسجل. احنا هنا هنبدأ نشتغل على الكونكشن ده. طيب تعالى معايا كده نفتح فيجوال ستوديو ونبدأ نقول له نيو بروجكت. هنعمل بروجكت من نوع ديسكتوب ابلكيشن، هنسميه بروس ويز داتا ادابتر ديمو. طيب الخطوات المعتاده ان انا يكون عندي اول، تعالى نظبط الفورمه، هنحط هنا تولز، هنحط هنا بوتوم، وهنحط جريد فيو داتا جريد فيو فوق اهي، وهحط زرار تاني وهبدأ احط كومبو بوكس. تعالى نعرف القصة بتاعنا هتمشي ازاي. هنا هعرض بيانات الناس كلها. تمام تعالى نظبط البروبرتي بتاع الفورمة، نخليها سنتر سكرين. هبدأ افل البوتوم ده بأسماء الطلبة، وفي عندي إمكانية إن بعد ما أعمل فيل أضغط على بوتوم 2 اللي هو هيبقى بي جي إن شو 1 عشان يظهر لي واحد، وهنقول عليه سيرش. أما الزرار الأولاني فهيكون شو، وده هنسميه بي جي إن شو أول بي جي إن شو قول. كده احنا ظبطنا الديزاين بتاعنا. تعالى بقى بسرعه نبدا نشوف هنشتغل ازاي. الاول هروح للاب كونفج، هنشتغل ستاندرايز، فانا مش عايز اكثر حاجه من اللي انا عودتك عليها في الفيديوهات اللي فاتت. هبدا اقول له الكونكشن سترينجز، كونكشن سترينج عندي في اد نيم وكونكشن سترينج وبروفايدر نيم. طيب البروفايدر نيم، النيم سبيس اللي احنا بنشتغل بيها سيستم دوت داتا دوت اس كيو ال كلاينت. تمام النيم ماي كون، هبدأ احط كونكشن سترينج. تعالى هنا من سيرفر اكسبلورر، لو مش ظاهر تقدر تظهره من قائمة فيو زي ما خدنا قبل كده. طيب بعد كده بعمل كونكشن وابدا اقول له دوت، وهجيب نيو دي بي حرف الان نيو دي بي تيست كونكشن سكسيدد اوكي. في البروبرتي بقى عندي الكونكشن سترنج بتاع الكونكشن اللي انا عملته اهوت، هاخده كوبي وهبدا اعمل بيست قدام الكونكشن سترنج، وبالتالي كده انا خلصت الويب كونفج او الاب كونفج بتاعي. طيب بعد كده هعمل سيف. تعالى نقفل الاب كونفج، نرجع بقى في الفورمه اليوزنج العادي بتاعنا. هبدا ايوز لي سيستم دوت داتا دوت اس كيو ال كلاينت، ويوزنج لي سيستم دوت كونفيجريشن. طبعا سيستم دوت داتا موجوده اصلا. تمام هبدأ أعمل ريفرنس للكونفيجوريشن، أد ريفرنس على البروجكت بتاعي، وأبدأ أدور هنا جوه أسمبلز فريم وركس، أدور على سيستم دوت كونفيجوريشن أوكي. أبدأ أحط الكونكشن سترينج بتاعي، فأقول له سترينج اس بيساوي كونفيجوريشن مانجر دوت كونكشن سترينجز اوف ماي كون دوت كونكشن سترينج. كده انا حطيت الكونكشن سترينج بتاعي. تيجي بقى قصه الديسكونكت مود، انت عايز تعمل الاول، اول حاجه انا عايز في الفورم لود الود كل الناس واخليهم يظهروا عندي في مين، في الكومبو بوكس. طيب بس من خلال استخدام البروسيجر الاول في اني اضيفه جوه الكومبو بوكس، يعني هشتغل عليه مرتين. بمعنى يا شباب
انا محتاج لما اضغط هنا ده يشوف حلو، ومحتاج لما افتح ده يكون مليان بمين؟ باسماء الناس، تمام، ومعاهم طبعا الاي دي. طب تعالى في الشو الاول عشان تبان من هنا. هبدا هاجي هنا واقول له اس كيو ال كونكشن اللي هو كون بيساوي نيو كونكشن سترينج على اس، يعني هيروح يشوف الكونكشن سترينج من خلال الاب كونفج. طيب بعد كده مش محتاج ان انا ابعت له بارامتر، ممكن اشتغل على طول من خلال اس كيو ال داتا ادابتر اللي هو داب ايكوال نيو داتا ادابتر. طيب يا داتا ادابتر انت محتاج ابعت لك اسم بروسيجرز اللي هو سيلكت اول. تعال نرجع تاني كده، بروسيجرز بتاعي شو اول ايه ستودنت، فهاخد منه كوبي بالظبط كاني شغال كونكت مود او شغال بالداتا ريدر. وبعد كده هبدا اقول له كوما كون. هنا هيكون عندي اشكاليه، هو الكومن ده المفترض ان هو سيلكت ولا لا؟ تمام، الاول بحدد التايب بتاع الكونكشن تمام، او الداتا ادابتر كومن سيلكت اللي هو باجي اقول له داب دوت الكومن سيلكت السيلكتد ايه كوماند بتاعي كده. ممكن اساله هو ايه نوع التكست وايه نوع التايب وايه الكونكشن بتاعه. طبعا انا التكست مررته فوق، يعني ممكن امشيهم خطوات، اقول له الاول سيلكت كوماند دوت التكست بيساوي شو اول ستودنت، وبعدين اجي اقول له داب دوت سيلكت كوماند دوت كونكشن اللي هو اخر حاجه ظاهره في الانتليسنس بتساوي كون، وبعدين ارجع اقول له التايب بيساوي ستور بروسيجر. طبعا الخطوتين اللي هي التكست والكونكشن موجودين في السطر اللي انا كاتبه فوق، فهاجي على طول واقول له ايه التايب بيساوي التايب كونكشن دوت هنا بقى هقول له ستور بروسيجرز. المساله بسيطه خالص، انا كده شغلت ستور بروسيجر. طبعا هنا مفيش بارامترز، يعني انت هنا مش ناوي ابعت له بارامترز، لا ده انا هشتغل عليه على طول. طيب بعد ما عملنا الكلام ده ممكن اجي اعمل داتا تيبل، اشتغل بداتا تيبل دي تي ايكوال نيو داتا تيبل، والداتا تيبل ديت هبدا اعمل لها فيل من خلال الداب اللي هو الداتا ادابتر دوت مين دوت الفيل، هتفيل مين الدي تي، يبقى انا كده مليت الدي تي. طيب عايز اجي اقول له يا كومبو بوكس 1 دوت الداتا سورس هت ايكوال الدي تي، بس انا كده جايب ثلاث حقول اللي هم الاي دي النيم المارك. انا عايز اظهر بس ايه يا شباب النيم واخد الفاليو في المارك، طيب واخد الفاليو في الاي دي. طيب كومبو 1 دوت الديسبلاي ممبر بيساوي انا عندي الديسبلاي ممبر النيم هتظهر لي الاسماء تمام، ويا كومبو بوكس 1 دوت الفاليو ممبر هتساوي الاي دي. جاست ان انا عملت كده، تعال نتاكد ان الموضوع دن. طبعا الكلام ده انا مليته في الكومبو صح، هي هنا عندي غلطة بس ان انا مش محتاج ده دلوقت، خلينا نهيش الكلام ده. انا بعمل في الشو، ففي الشو المفترض ان انا اجي اقول له داتا جريد فيو 1 دوت الداتا سورس ايكوال دي تي، وهنا بصيت لها دي تي على طول لان انا ما عنديش دي اس، يعني كنت ممكن اعملها دي اس، فهضطر اقول له دي اس دوت التيبلز اوف وادي اسم للدي اس وانا بعمل لها الفيل تمام. الثلاث سطور دول هاخدهم معايا قط لانهم مش مكانهم هنا، دول هيبقوا في الفيل في اللود. احنا هنا تحت الزرار اللي اسمه ايه شو، تعالى كده نعمل ران. وابدا اقول له شو، ظهر عندي الداتا كلها. طيب انا بقى عايز زي ما قلنا نملة ديت برضك في اول ما الشاشه بتفتح. طيب انا كل اللي هعمله ان هاجي في الفورم لود هبيست بس الكام كود دول واخد الكام سطر دول زي ما هم كوبي وهنا بيست. ودي ميزه ان انا بملى القيم بتاعتي في ديسكونكت مود، يعني انا مش عامل هيدك على السيرفر او الداتابيز سيرفر. طيب كده مجرد ما اقوله ران في الفورم لود هو هيعمل نفس الكلام ويجيب لي الناس، ولو ضغطت على شو هيعرض لي الناس. اللي انا عايزه بقى لما اختار من هنا اسامه مثلا واقول له شو، المفروض يعرض لي بس مين اسامه بس تمام. هنا بقى في بارامتر تمام، ملاحظ معايا الفرق؟ المفترض ان انا هنا هاجي على الزرار ده وتعالى نبيست نفس الكود، بس اللي هيختلف ان هي هغير اسم الستور بروسيجرز وهيبقى شو ايه شو 1
شو وان ستودنت ده بروسيجرز عادي. بس عندي هنا مشكله ان انا لازم اجي اقول له داب دوت الكومه السلكتد كوماند دوت البارامترز دوت اد. انا عايز اضيف بارامتر كاني بقى شغال عادي خالص. طب البارامتر ده هضيف بارامتر اسمه ايه؟ احنا عملنا بارامتر اسمه ات اي دي. طيب الات اي دي ده السيكوال داتا تايب بتاعه انت، حلو كده. دوت الفاليو انت المفروض تكون اي كابيتال، تمام. دوت الفاليو بيساوي ايه؟ بيساوي كومبو بوكس 1 دوت السيلكتد فاليو، القيمه اللي انت هتجيبها لي من السيلكتد فاليو هي اللي انا هشتغل بيها بالبارامتر، تمام. ونفس الكلام هاخد الكلام ده املاه، وبعد كده هبدا اقول له الداتا فيو 1 دوت الداتا سورس هي ايكوال اي دي تي وشكرا، تمام. يبقى انا هنا مررت حاجه من خلال مين؟ الستور بروسيجر بارامترز. طيب تعالى هنا نعمل رن. لو انا جيت مثلا على التاج وضغطت اوكي فعرض لي التاج، لو انا جيت هنا على اسامه وضغطت عرض لي اسامه، لو انا جيت هنا واخترت مريم وضغطت عرض لي مريم، لو انا قلت له شو اقول بدا يعرض لي الكل. الغرض من الفيديو ده هو ان اوضح لك ازاي ممكن اشتغل بستور بروسيجر مع الداتا ادابتر في حاله الديسك كونكت مود. ارجو ان الفيديو يكون وضح النقطه دي كويس. ممكن بعد كده نبدا نشتغل على ازاي ممكن اعمل حاجه دايناميك زي اللي حطيناها في الفيديو بتاع الاوبجكت اورينتد دايناميك ميثود ويز كونكت مود، ونحط حاجه او ميثود زيها تشتغل ديسك كونكت مود. دي ممكن اعملها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. بس لو عجبك الفيديو ده يا ريت تعمل لايك وريت تعمل سبسكرايب. بشكر كل الناس اللي بتدعم القناه من خلال اللايك والسبسكرايب والشيرنج. خليك ايجابي، ما توقفش المعلومه عندك، شير في الخير. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.